انطلقت يوم أمس الجمعة مسابقة فلوغ تاغ الفريدة للطيران في خور دبي، وخلافا لمسابقة الطيران التقليدية الأخرى، فإن مسابقة المركبات الطائرة هذه ترتكز على قوة الدفع البشرية فقط وبأداء متميز وممتع. قاد 30 فريقا من أنحاء العالم المركبات الطائرة على منصة خور دبي، حيث سعى كل فريق منهم للطيران إلى أبعد مسافة ممكنة وتجنب السقوط السريع في المياه، لكن كثيرا منهم لم يحالفهم الحظ وانتهى بهم الأمر على الفور في مياه خور دبي. في هذه المنافسة الممتعة، الطيران ليس فقط ما سيتم الحكم عليه في أداء المتنافسين، بل سيتم الحكم أيضا بناء على الإبداع والابتكار في تصميم المركبة الطائرة والاستعراض على المنصة قبيل التحليق. فقد صنع المشاركون المركبات الطائرة بشتى الأشكال والتصاميم، بما فيها وحيد القرن والديناصور وغيرها، كما بذلوا قصارى جهدهم لأداء أنواع من الشخصيات الكرتونية وهم يغنون ويرقصون على منصة الانطلاق أملا في إرضاء حكام المسابقة، بينما راح الحاضرون يطلقون الضحكات ويرسمون الابتسامات على وجوههم مستمتعين بعروض المتنافسين الشيقة وروعة أدائهم. أهدر هذه المسابقة لأنها مليئة ومجنونة، ولأن المشاركين فيها صنعوا المركبات الطائرة بمختلف الأشكال وأنواع الغربية، ويريدون لها طيران في الجو. إنه أمر ممتع جدا، لكنه خطير أيضا.